والآن وقفتنا الاقتصادية للسادسة. باقة من أخبار المال والأعمال بصحبة محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا لك محمد وشكرا لك سارة. والآن مع أخبار اقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ورشة عمل بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حول أداء مصر في مؤشرات الحوكمة 2022-2023. وتم خلال الورشة استعراض أبرز الجهود لتعزيز الحوكمة في مجالات التحول الرقمي وخدمات الحكومة الإلكترونية وسيادة القانون وتعزيز الشمول الاجتماعي والتنمية والحوكمة الاقتصادية الجيدة والإصلاحات المؤسسية، وكذلك في مجالات بناء القدرات والتنمية البشرية والحوكمة البيئية من أجل الإدارة الفعالة للموارد الطبيعية. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط بعد ارتفاع حاد بفعل انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية، وذلك في ظل التحول الأنظار مجددا إلى زيادة أسعار الفائدة التي تضعف النمو الاقتصادي العالمي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1% لتصل إلى 74 دولارا و13 سنتا للبرميل. كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية ارتفاعا بنسبة 2.2% لتصل إلى 69 دولارا و67 سنتا للبرميل. وارتفعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 61% لتصل إلى دولارين و41 سنتا للتر. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.29% لتصل إلى دولارين و73 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أبرمت السكرتيرة العامة للمنطقة الحرة القارية في أفريقيا اتفاق تمويل بقيمة 6 مليارات دولار بهدف دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في القارة، وذلك على هامش احتفال بنك التصدير والاستيراد الإفريقي بالذكرى 30 لتأسيسه، وذلك في العاصمة الغانية أكرا. اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاستعراض الرابع بموجب ترتيب التسهيلات الائتمانية الموسعة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما أقر الصندوق قرضا قيمته 203.3 مليون دولار. وأكد صندوق النقد أن قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سمح بصرف فوري قدره 203.3 مليون دولار أمريكي نظرا لارتفاع المخاطر التوقعات الاقتصادية والحاجة إلى الاستمرار في بناء الاحتياطيات الأجنبية. توصل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والحكومة السنغالية إلى اتفاق قرض بقيمة 1.51 مليار دولار أمريكي في إطار تسهيل الصندوق الموسع والتسهيل الائتماني الموسع، و324 مليون دولار أمريكي في إطار مرفق المرونة والاستدامة. وأكد الصندوق أن الجانبين اتفقا على تنفيذ برنامج من شأنه تلبية احتياجيات ميزان المدفوعات ومعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية والحد من ضعف الديون من خلال الشروع في ضبط مالي مناسب وتعزيز الحوكمة وتحقيق نمو أكثر شمولا وثراء بالوظائف. نهاية أخبار الاقتصاد، من جديد أعود إلى محمد وسارة. شكرا لك محمد عبد الله.